حاليا كان هناك انتشار كبير للفيروس انفلونزا، كان على الصعيد العالمي وكان ايضا على الصعيد الوطني، وليت انتشر بواحد السرعه كبيره كبيره بزاف، وليت تقريبا المده ديال 24 ساعه تيستنشق الانسان تيبانوا الاعراض ديال هذا الفيروس ديال الانفلونزا الحاد. والاعراض ديالو هي كالتالي: تيكون هناك ارتفاع ديال درجه ديال الحراره قدر يوصل حتى 39 38 ونص بعض الاحيان حتى 40، هناك صداع والم كبير في الراس، الإنسان يحس براسه عنده صداع، آلام في المفاصل، بحيث أن الناس بعد الأحيان أطفال ولا كذا الناس الكبار ما تقدرش يتمشوا، ما يتلقوا تقريبا في السرير ديالهم مدة يومين 3 أيام 40 5 أيام. وأيضا هناك واحد النوع ديال السعال الجاف، واحد السعال يعني متكرر يكون بالنهار وبالليل، يعني تيجي الإنسان بعد الأحيان تتقيل، يعني تيجي واحد السعال يعني صعيب بزاف. هادو هما الأعراض اللي كاينه حاليا فيما يخص هذا الفيروس ديال الانفلونزا الحاد، الارتفاع ديال درجه الحراره، يعني التبوريشه كيكون الانسان تيحسب راسو مبورش، الالم في المفاصل والسعال. ما كاينش فقدان حاسه الشم او الذوق، ما كايناش في هذا الفيروس ديال الانفلونزا، وهذا ما يجعلنا تنحيدوا داك يعني الفرضيه ديال كوفيد. انه حاليا ما كاينش بزاف كوفيد اللي لقينا حاليا، وبهذا الفيروس ديال الانفلونزا الحاد